أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يعمل لسن مرسوم للمخفيين قسرا بالتعاون مع لجان الأهالي والنواب المهتمين وفي مقدمهم غسان مخيبر وحكمة ديب لفتح هذا الملف بصورة جادة وإغلاقه نهائيا. قرطباوي وفي مؤتمر صحفي في مكتبه في الوزارة هو الأول له منذ توليه منصبه أجرى جردة حساب عن معظم ما قام به بعيدا عن الأضواء، لا سيما في موضوع التسريع في المحاكمات وملف المواد الغذائية الفاسدة، داعيا الإعلام إلى عدم المبالغة فيه وإلى ترك القضاء يأخذ مجرى. وفي موضوع التعيينات رأى قرطباوي أنها أخذت أكثر مما يجب في الظهور الإعلامي، كاشفا أنه رفع اسم أحد القضاة إلى مجلس الوزراء لتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى. أنا بعرف وجباتي، أنه بعض الإعلام قال شو عم يعمل، بعرف وجباتي وعملت وجباتي مش من اليوم، عملتها من فترة. أنا انتمي إلى طيار سياسي أكيد، أنا ما جيت لهون هيك، أنا جاي من طيار سياسي. بس هذا الموضوع نحن عم نحكي عدلية، معيار قضائي ثم قضائي ثم قضاء. هلا وين صرنا؟ طبعا رح تيجي السؤالات، رح اقولهم دغري. انا كل امل انه نوصل لحل ولاتفاق. ما ننسى انه هذا صحيح عم نحكي قضاء ورئيس اول، بس بده مجلس وزراء. طيب مجلس وزراء بده ينعمل اتفاق. وفي موضوع العمال الأجانب أكد قرطباوي أنه يجب أن نسعى كشعب لأن نتكاتف لتغيير المفاهيم، فنحن بشر ونتعاطى مع بشر.